هاي بنات، عاملين ايه؟ انا ندى، النهارده جايه عند اكس اند جيوشي صالون. هعمل ضوافري وهعمل رموشي وهكلمكم عن انواع الرموش وعن انواع الاكلاريك والجل نيلز وهنعملهم ازاي وبيضر ولا لا. فيلا تعالوا نشوف هنعملها ازاي. بصوا يا جماعه، الهايجين عندهم فظيع. اوكي ثانك يو. هاي، ازيك؟ عامل ايه؟ انا عايزه اعمل ضوافري وعايزه اعمل رموش. ازيك؟ عامله ايه؟ بصي بقى، انا النهارده عايزاكي تكلميني شويه عن الاكلاريك وعن الجل نيلز وايه مين اكتر بيضر، عشان اقرر هعمل ايه النهارده. فقولي لي بقى الاكلاريك، لو انا عايزه اعمل اكلاريك، انا عملته قبل كده وبوظت ضوافري جامد. هو فعلا بيبوظ ضوافري؟ هو فعلا بيبوظ ضوافري. طيب والجل نيلز؟ عادي، الجل نيلز بتيجي في اي وقت عايزه تشيليه عادي، لكن وعايزه تكملي فيه ريفيل عادي برضه. بيتعمل له ريفيل؟ بتيجي تشيليه بماده. طيب بيتعمل له ريفيل بقى كل قد ايه؟ 20 يوم مثلا. اوكي، مش بيبوظ ضوافر خالص. ينفع ان انا احط اطول ضوافري بالجل نيلز؟ ينفع، ينفع تعملي تاني. اوكي، وده مش متاثر على الضفر؟ لا لا، ان هي بتتحط على الضفر من قدام ولا بتتحط ازاي؟ لا عادي، هو بيبقى تيب ضوافر وبنحط عليه ماده الجل وبيديكي الطول اللي انت عايزاه. عايز تعملي على نفس ضفرك يبقى هيبقى مادة الجل بس. اوكي، طب في انواع من الجل نيلز؟ احنا عامة احنا بنستخدم كايناتكس. كايناتكس، اوكي ممكن نشوفه. اوكي، ده كايناتكس جل نيلز. فا اوكي خلاص، انا هعمل جل نيلز النهارده. طيب انا بضطر ان انا اعمل باديكير قبل الجل نيلز ولا بعد، ولا بعمل الباديكير كل قد ايه؟ لو محتاجه ايديكي بعملها لازم باديكير عشان الوان مبقاش كويس. طب انا بقى لو انا خلاص انا قررت ان انا طول حياتي هعمل جل نيلز، فمفروض بعمل له ريفيل انت قلتيه كل شهرين؟ كل 20 يوم. سوري، كل 20 يوم. و طب الباديكير بقى في خلال ال 20 يوم دول بعمل كل قد ايه؟ يعني كل ما بعمل ريفيل عادي بعد ال 10 ايام بتوع الجل تعملي عادي باديكير حوالين الجل. ده لو انا محتاجه كده. لا، هو حوالين الجل. ولو عايزه ابقى اشيله خالص، في ماده تشيله خالص؟ في ماده طالعه برضو كايناتكس لسه عاملاها من كايناتكس. اوكي طيب، يلا نبدا نشوف هنعمل ازاي. احنا كده مسحنا المانيكير، دلوقتي هنقص الضوافر ونبردها من فوق ونساوي الضوافر كلها طول واحد. اوكي يلا بينا. احنا كده بننضف الضوافر وبنشيل زيادة الجل. طب واصلا من غير الجل نيلز بقى ومن غير اكلاريك، هو انا المفروض اعمل باديكير كواحده طبيعيه عادي بحط مانيكير، بس المفروض اعمل كل قد ايه باديكير ايدي ورجلي؟ اي بصي، هو كده كده عامه رجلك بتعمليها كل شهر. تمام. او كل 20 يوم ده لو هي بتحتاج يعني، لكن ايديكي مش على طول عشان ما تعوديهاش على كده، عشان انت طبعا ايديكي بعد كل اسبوع، انت لو عملتيها كل اسبوع انت كده بتعوديها على الباديكير. طيب الضوافر بقى العادية اللي هي اللي بتتركب عادي دي بتقعد قد ايه؟ بتقعد معاكي مثلا اسبوع. اوكي، عملية؟ يعني هي حسب برضه انتي ايديكي في البيت ايه، ممكن سخنة كتير توقع الضوافر. فاهمة؟ مش زي الجل مثلا. طب وضررها اقل ولا من الجل ولا ضررها اكبر من الجل؟ هو انت بتحطي جلو، يعني انت بتحطي على طول جلو على ضوافرك وبتلزقي عليه الضوافر، لكن المادة الجل دي مادة عادية. خلاص احنا كده بردنا الضوافر وهنبدا نحط البرايمر. اوكي، البرايمر ده يا جماعه بيعمل كود كده على الضفر، بيحمي من الماده بتاعت الجل، ما بيخليهاش تبقى تضر الضفر نفسه. اوكي صح كده؟ تمام. هو بيحمي الضفر بس ولا حوالين الجلد كمان؟ كمان حوالين الجلد عشان الجل ما يطلعش ما يحرقكش في الجهاز. احنا كده الخطوه الثانيه هنبدا نحط التيب. التيب ده
بيتحط على اول الضفر تمام. ده لو عايزه تعملي اكستنشن تطولي بيه الضوافر ونقدر نعمله اي شيب احنا عايزينه. تمام هي كده اخذت المقاسات ضوافري كلها وهنبتدي احنا هنا كده دلوقتي بنحط الجلو اللي هنلزق بيه التيب على الضفر. هي مش بتحطه على الضفر كله, بتحطه على اول الضفر. ودي حاجه كمان يعني تاكد ان الجل نيلز مش بيدور الضفر. ده كده شكلهم بعد ما اتلزق, طبعا مش هيبقوا كده لسه هيتبردوا. هي دلوقتي هتبرد الحته دي تساويها بالضفر نفسه الاصلي, وبعد كده هتحط ماده الجل. اوكي بس هي بقى كده بعد ما ركبت التيب وبردتهم بتعملي الشكل الضفر اللي انا عاوزاه. انتوا ممكن تختاروا اي شيب انتوا حابينه. انا النهارده اخترت الالمند شيب, طلع موضه وانا بحبه, بس انتوا ممكن تختاروا اي شكل انتوا عاوزينه. هي بتفضل تبرد لحد ما توصل للشكل اللي انت عاوزينه. تمام احنا كده بردنا الضوافر وهنبدا نحط طبقه ثانيه من البرايمر. هنا يا جماعه هي خلصت برد الضوافر وده الشكل الاخير ليها. لسه بقى هتحط ماده الجل نفسها اللي هتبقى طاب ال 20 يوم. تمام كده حضرتك كده ممكن تحطي ايدك في الجهاز. اوكي ده بقى بيعمل ايه؟ ده كده بينشف الجل عشان هو ماده سائله فلازم ينشف تحت الجهاز. خلاص احنا كده خلصنا مرحله الجل, هنبدا نحط البيس كوت عشان نحط اللون. اوكي يعني البيس كوت ده بيتحط قبل اللون صح؟ اه. دلوقتي يا جماعه هي خلاص حطت الطبقه بتاعت الجل وبردت الضوافر الثاني, بعد كده حطت برايمر, ودلوقتي بتحطي البيس كوت وبعد كده هتحط اللون. احنا كده هنبدا نحط اللون, وبعد كده هنبدا نحط بعد اللون التكوت. طب قولي لي منار, هو انا ينفع احط لون مانيكيرات عاديه من اللي هي الالوان العاديه دي, ما مش ولا شرط لازم احط الجل البولش؟ لا عادي, انت ممكن تحطي على اللون الجل اللي على ايديكي, تحطي عليه اي لون عادي وتيجي تمسحيه يرجع لون الجل تاني. مش قادرة اقول لكم قد ايه فظاع وقد ايه جمال بجد. ثانك يو, تعبتك معايا واللون فظيع وكل حاجة حلوة. يعني انا نفسي يعني ضوافري تبقى كده الشيب ده, بشوفه في الصور بس نفسي تبقى عاملة كده, وطلعتولي بيرفكت بصراحة. ثانك يو, مش عارفة اقول لك ايه. ثانك يو جدا. وانا عاملة لكم مفاجأة, اللي هتدخل على اللينك اللي محطوط فوق على الاكونت بتاعي وعلى الاكونت بتاع محمود بيوشي تعمل فولو وتنشر خمسه من صحابها. تمام تيجي تكسب, تيجي تعمل جل نيلز وتقولي ايه رايها, تقولي رايكم في الكومنتات. ومستنياكم, متنسوش لايك وشير وسبسكرايب. باي.